ممثل شهير يعرض الزواج على حبيبته خلال حفل تامر حسني، والأخير يحرج العريس أمام الملايين. مين بقى اللي عمل لها المفاجأة الحلوة دي؟ مين الشبح اللي عمل كده؟ اسمك يا شبح؟ محمد حافظ أهو ده. شهد حفل الفنان المصري تامر حسني الذي أحياه أمس الخميس ضمن احتفالية ضخمة لخريجي وطلاب إحدى الجامعات الدولية عرض زواج ألهب حماسة الجمهور. وفي التفاصيل، صعد الممثل الشاب شريف بديع على المسرح وطلب من تامر حسني الفرصة كي يتقدم بخاتم الزواج لحبيبته الفنانة جنة عبد المنعم التي وافقت على عرض الزواج وسط تشجيع وحماسة كبيرة من الجمهور ومن تامر نفسه. وأشاد الجميع بتصرف تامر حسني إذ مازح العروس عندما وافقت على عرض الزواج قائلاً: أيوة ده أنا مش موافق أصلاً، قوم يا واد امشي من هنا. ايوه انا مش موافق اصلا، قوم يا تجري من هنا. وعلى صعيد اخر، كان قد احتفل الفنان المصري تامر حسني وطليقته الفنانه بسمه بوسيل منذ اشهر بتخرج ابنتهما تاليه من المدرسه، معربين عن فخرهما بها وبالعرض المسرحي الذي قدمته، مع امنيتهما لها بمستقبل مشرق مليء بالنجاح. وشارك تامر حسني عبر حسابه في إنستغرام مقطعاً مصوراً ظهر خلاله رفقة طليقته بسمة وهما يشاهدان ابنتهما الكبرى تالية في العرض الفني الذي أقيم في مدرستها بمناسبة التخرج، حيث ظهرت خلاله وهي تشارك بالغناء. وهنأ تامر حسني ابنته قائلاً: حبيبتي ربنا يحفظك أنت وكل أصحابك في المدرسة، بجد عرض هايل من حفلة التخرج، يا رب أشوفكم أنت وأختك وأخوك وأنتوا بتحتفلوا بالتخرج من الجامعة، وتفرحوا ماما وبابا، ربنا يحفظكم جميعا ويحفظ كل أولادكم وإخواتكم يا رب. وتفاعلت بسمة بوسيل مع رسالة طليقها من خلال وضع رموز تعبيرية على شكل قلب. يا جميل سنة حلوة. يذكر أن النجمين لهما ثلاثة أبناء هم تالية وأمايا وآدم، فيما أعلنا انفصالهما في أبريل نيسان 2023، وأكدا أن علاقتهما ستبقى تندرج تحت الصداقة والاحترام ولن تؤثر في حياة أبنائهما. ويحرص الثنائي على التواجد رفقة أبنائهما في جميع المناسبات السعيدة، كما يواجهان الدعم لبعضهما على الصعيد الشخصي والمهني، حيث كان تامر حسني من أول المهنئين لبسمة بوسيل خلال رحلة ترويجها لأغنيتها البدايات التي طرحتها تزامناً مع احتفالها بعيد ميلادها في العاشر من مايو الماضي. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.